في خطة بقى غرب قناة السويس. عارف غرب يعني ايه؟ يعني غرب النيل. كشفها قيادي بحزب الليكود الحاكم النهاردة، وقال لك انه اتفق مع السيسي. اتفق مع مين؟ معلش اسمع تاني، اتفقت مع السيسي. ما ينفعش التوطين في سيناء، لازم التوطين يبقى جوه مصر. بايدن نفسه بيعتمد من برلمان 106 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل، منهم 3.5 مليار دولار لتوطين أهالي غزة في الدول المجاورة. تخيل الحاجات دي كانت بتتم والمصري ما عرفش حاجة.